شنو قطعت التجربة في تونس؟ اليوم الدستور بين لنا في ثغرات، راهو في ثغرات. والدستور الأمريكي معدل يجي 36 مرة، الدستور الفرنساوي معدل، كل الدساتير عليها تعديلات وتنقيحات، لأنه الحياة تنفخ فيه، وإذا ما نفختش فيه الحياة يموت. الدستور هذا التونسي محتاج لتعديلات ومحتاج لتنقيحات ومحتاج لتوافقات أخرى جديدة، وهذا ضروري وضروري اليوم، وضروري يمكن حتى بعد 20 عام وبعد 30 عام. وإذا ظل هكذا سيسقط هو ونظامه، لأنه الدستور هذايا شو هو الدستور؟ الدستور هو نظام، هو نظام يحكم. شو هو الدستور؟ هو ورق. الدستور هو نظام يحكم، هو منظومة سياسية تحكم. المنظومة هذه مش ماشية، شكون معطلها؟ بسبب بنود في الدستور نغيرها، شنو ننقعها ونعدلها. أنا ما قلتش هذا، كيفاش تجيبوا لنا رئيس أجنبي بأجنبية بجنسية أجنبية؟ هم ما صاروا يجيبوا الرئيس فقط، صاروا يجيبوا في رئيس الحكومة أجنبي. خلي نتفاعل معك استاذ صافي. المشهد اليوم، المشهد اليوم انه هناك دعوات لتنقيح للعوده الى دستور 59، هناك دعوات لتنقيح دستور 2014، هناك بعض التكتلات السياسيه اللي تدعو الى المرور الى جمهوريه ثالثه، واكيد تعرف منهم مشروع تونسي وما الى ذلك. اليوم صافي سعيد، ما الذي تطرحه انت عمليا؟ يعني اليوم التوصيف تقريبا يعني نسمعوك اكثر من مره واكثر من مناسبه، انه لا اليوم ما هو المطلوب عمليا؟ ما المطلوب عمليا؟ تصورك السياسي لإنقاذ محمد؟ محمد شيء عندك عشرات المرات، وحكينا في الموضوع مئات المرات، وحكيت من الاول وحكيت من كذا. شوف انا اؤمن بحاجه واحده، الديمقراطيه فيها الاستقاله وفيها إعادة الانتخابات. مع إعادة الانتخابات صافي سعيد، هذه الديمقراطية. تحبوا ما تحبوش نظام الديمقراطي، نظلوا هكذا أن يأتي انقلاب أو تأتي كارثة أو يأتي مارد في تونس حصول انقلاب. استناني، ما تمشيش بيه بعيد، نعطيك لا سؤال مهم سي صافي. لا شو معنى اليوم صراحة؟ هناك من يدعو الانقلاب، مرات هناك من دعا رئيس الجمهورية لاستعمال الجيش والقضاء العسكري لحسم المعركة السياسية. اسمعني اللي ما أنا تقديري محمد، أنت دائما أنا نقدر فيك ونشوف قارة وكذا. أنا في تقديري اللي ما يقراش سياسة وكتب سياسية ومذكرات وكذا عمره ما يفهم السياسة، لا في تونس ولا في غير تونس. أنا مش نحكي، الانقلاب دائما وارد، الانقلاب دائما وارد، ومرات من الداخل الانقلاب، راه مش بالضرورة بالخارج. هي الانقلابات دائما هيك من الداخل، هي من داخل المنظومة. مش هذا اللي نحكي فيه، نحكي أنه الاستقالة. اللي مش عاجبه الوضع، اللي مش قادر يحرك فيه الوضع يستقيل. واللي يشوف انه نمشوا الانتخابات مبكره، نمشوا الانتخابات مبكره. انا من الناس اللي اريد انه انتخابات مبكره. بنفس القانون الانتخابي. انتخابات ايوه. بنفس القانون الانتخابي؟ بنفس القانون الانتخابي. لا راني قلت يا استاذ يا حبيبي، ما نبقاش نعاود، انا ما نحبش. معروف، نقحوا القانون الانتخابي ونقحوا بعض الفصول من الدستور. ونذهب الى انتخابات مبكره وعلى راحتنا، وباش نوصلوا لها في اذا بدينا فيها اليوم باش نوصلوا لها في 2023. ونمشوا الانتخابات ثنائيه مزدوجه متباعده، انتخابات رئاسيه وتشريعيه. وانا هذا رايي قايله منذ مده. وانتوا اشو تشوف نقول لك، ستتعفل الامور تحت ارجلهم ولن يجدوا الا هذا الحل، او تنزل عليهم كارثة الجميع. هذا هو اللي أنا نقوله لك، ما عندهم إلا الحل هذا. اللي مش عاجبه ثم حل، ثم استقالة، وثم ممكن واحد يختفي بحكم الاستقالة، وممكن واحد يختفي حتى بحكم الكورونا، فهمت؟ لكن الحل الوحيد للدولة وللشعب التونسي هو حل الانتخابات. ما نخافوش من انتخابات مبكرة، لا تكلف شيء، إعادة ترتيب أفكار ومخططات وخط سير وتصورات سياسية جديدة.